كي ضربوا تماره باش يجي واحد يعينهم ما جاتش. قبل ما الشامبيونز ليغ خصني نكون واجد 100%. دونك في لا فاز دو بريباراسيون اللي قبل الاستئناف ديال الموسم الاحترافي الدوري الاحترافي وكذلك الشامبيونز ليغ جينا عند اسامه البريباراتور فيزيك المختص ديال اللاعبين ديال الوداد والرجاء. اليوم غندوزو مع هاد العشيه نتعرفوا على اسامه ونشوفوا شنو كيدير مع بابا طوندي واشرف داري وفين وصلات لا فاز دو بريباراسيون ديالهم شي كامل فهاد الفيديو. مع اسامه البريباراتور فيزيك المختص. اسامه قطعوا لكم شويه اخويا لا سيونس ديالكم سوري اسمح لينا اخويا اشرف. اسامه صافا بخير كلشي مزيان بروزيت يا اخويا اللون هو هذاك صافي مشى اللون مشى اشرف قال لي بروزيت اللون مشى صافي سالا صافي. اسامه الناس بزاف كيتبعوك في انستغرام ولكن اول حاجه نعرفوا الجمهور لا ديال الرجاء لا ديال الوداد اللي انت كتشرف على المتابعه ديال اللاعبين ديالك. سو كما قلت لكم احنا راه عندنا تبارك الله مثال جوج امثله من الاحسن الامثله اللي عندنا في المغرب لا اشرف داري لا بابا طوندي. احنا عطيناكم الواقع ديجا دوينه مي دابا انتم كتشوفوا الواقع تبارك الله كيفاش اللياقه البدنيه رجعت ديالهم وان شاء الله مازال غيكونوا في تحسن احسن وغيرجعوا في اللياقه ما احسن ان شاء الله. كما كتشوفوا كنبريباريو معاهم دابا وانت جيتي حبستينا اشرف راه غيدار معايا. اشرف كمل اخويا كمل حبيبي كملوا كيما داروا السبابين. لا دابا باش مشيش اشرف الاخر يتسيف ليا كنبريباريو معاهم كنمشيو معاهم ايتاب باغ ايتاب والنتيجه ها انتم كتشوفوا الناس اللي متبعين اشرف اللي متبعين بابا طوندي راه شافوا اللياقه ديالهم كيفاش رجعات وغيكون ما احسن ان شاء الله. انا اللي كتسالوني انا واحد كيدخل عندي كيخرج ماشي كيف ما دخل عندي كنقادو كنخدم معاه من 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 جميع النواحي من ناحيه الماكله من ناحيه بسيشيك من ناحيه الخدمه وبيان سور كيرجع 100% كيرجع ناضي. هاد لو بوين اللي بغيت نركز فيها اسامه هو اللعابه في اين وقيته كيكونوا محتاجين لك انت كاسامه من بعد يعني سواء لعابه اللي كيكونوا في فتره ديال العلاج ولا لعابه اللي كيبغيو يحسنوا ما نكتبش عليك انا بعد باش تعرفت حيت انا ديجا لي ديبلوم اللي عندي الديبلوم عندي ديال الناس اللي باغا اللي عنده دي بروبليم ديجا بحال لي كام كوازي بحال المينيسك هذوك هما اللي كنعاونهم انا باش يوصلوا. مي كما الناس شافوا تحسن من ناحيه الحافظي من ناحيه الداري من ناحيه بابا طوندي دابا مشينا للمرحله الثانيه الناس انك كتبريباري عندي واخا ما تكون لا مضروبه لا والو كتبريباري باش توصل لواحد النيفو باش تحسن النيفو ديالها يكون ما احسن ان شاء الله ما يبقاش زعما في ميم النيفو ديالو. اشرف الدراري يلا عاوتاني الاخرانيه نقف اشرف فين وصل في المرحله العلاجيه ديالو والبريباراسيون فيزيك. تبارك الله هذا من احسن الدراري اللي دازوا عندي اشرف اللي كنفتخر به صراحه. تبارك الله السيد اللي معقول اللي معقول في الخدمه كما معقول في اللعب في التيران الناس الوداديين كيعرفوه معقول حتى في الخدمه عندي سالينا ما راك تما كتشوفوا ما كاينش الضحك كيخدم مكونسونطري مزيان عنده اوبجيكتيف باغي يوصل ليه وربي ما غيخيبوش وغيوصل وان شاء الله انا كنوعدكم غيكون احسن من كما كان قبل وغي غي غي الجماهير الوداديه غيفرحوا بزاف بالوجود ديال اشرف عاوتاني. بورسونتاج ما يعطيكش ولكن توب غادي توب توب انا هاد السميه توب راه الناس غيفهموها لي بروفيسيونال غيفهموا ان بدر غادي في التوب ديالو خويا اشرف داري غادي في التوب ديالو وغيشوفوا كلشي ان شاء الله في التيران ان شاء الله. الشامبيونز ليغ ان شاء الله كلشي ديالكم شوف بلا تشري يا لا صافي لا صافي بابا طوندي شنو نقول لك؟ بابا طوندي توا تبارك الله راه انتم كيشوفوا بابا طوندي هو من اللعابه اللي رجعوا دغيا ولكن راه انفو ضرب انفو جا عندي الغد ليه صافي خدم ما عندوش الوقت وعندو البسيشيك اللي خدامين كما كنعرفوا لي بروبليم اللي كاينين دابا البسيشيك عنده تبارك الله طالع وبيان سيغ تو الناس مع الاخ اشرف داري ودار خلقوا واحد الصداقه بيناتهم لا خارج التيران وانت كتشوف انك ترينو مع بعضياتهم كل نهار بحال خوت صحاب على برا كي قهوه وكتكون لومبيونس غادي مزيانه انتما المثال ديالنا كاين كتشوفوا كيفاش داير غادي مزيان ان شاء الله. تهلا لنا في بابا. لا تنكت انا تشوف اللي كيجي عندي نتهلا فيه ما بقاش شري الصلاه بعد من دخل الخدمه يلا يلا. خويا اسامه واش متاكد كتنين بهم ماشي كتعذبهم؟ دابا هذا هو المشكل دابا الناس الجمهور وتحيه للجمهور الذي الوداد ديال الرجاء كيسحبوا ان اللاعب وقال لك يتخلصوا راه فابور ساعتين تمارا بحال هكا كيمشي لدارهم كيكاو يومين ثلاث ايام والله ما قفلتي لا فورتي خدم على راسك لا بغيتي توصل اخويا انا زعما فريمون لي فور اللي كنشوفوا كيتبدل اليوم يعني معاك انا هذه العشيه زعما راه افور كبير وكبير بزاف دابا الناس واخدين واحد المعلومه غلطه كيسحابوا الدراري ما كيترموش لا تبارك الله لا شوف هذه الوداد كيبريباريو كيضربوا تماره
باش يجي واحد يعينهم ما جاتش. خصو يحترمو ويشوف ويهز لي شابو. علاش؟ حيت هادو هما اللي كيمثلونا وكيمثلوكم. هادو هو لو بوت ديالنا اخويا اسامه. هو غنبينو لي فور الكبير اللي كدير مع هاد اللعابه. وهاد اللعابه ايضا لي فور اللي كيديروا كبير باش يوصلوا داك النيفو. باش كنشوفوا الوداد والرجاء في الفينال والدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. ماشي غير هكا. لا ماشي سهله. شوف 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 اقسم بالله كيبغي الخدمه كيبغي الخدمه. ستوب بابا كيبغي الخدمه. شوف الدراري راه كيخدموا. راه عندهم ساعتين في النهار. وابر دابا بحال دابا اشرف راه خدم مع الجروب وخدم مع في الكابيني ديالهم وجا عندي باش يكمل. علاش؟ حيت عنده اوبجيكتيف وباغي يرجع باش يرضي الجماهير الوداديه. راه ماشي هو باغي يرجع. الحمد لله لي بيان بخير في المورال ديالو بخير في صحته بخير في حياته. مي هو كيدير هادشي كامل باش يرضي راسو ويرضي الجماهير الوداديه. هادشي اللي خص الجماهير المغربيه خصها تفهم. هادشي الناس راه كضرب تماره ماشي غير على علاقه بهم. راه علاقه بكم انت نتوما باش تفرجوا وباش تفتخروا بهذاك اللعاب اللي كيتريني. الناس راه ماشي كيديروا هادشي فابور. خاسرين صحتهم كيضربوا تماره مخلصين الفلوس وباغا تضرب تماره باش توصل وباش تفرح الجماهير. هادشي الصراحه راه العذاب. انا راه طلعت متموسخ. For me, you know, I work with Osama like every day. I work in with Dad also, but I, you know, the doctor that make the surgery for me, so he tell me I can start easy, but not 100%. So I believe maybe in the next 1-2 months I'll be 100%. I'll be good. You will be ready for the Champions League? Yeah, for me, I think so, but you know, I have to just to work very hard and I put everything in God. But me, I want to play the Champions League, but I have to look my condition also. But if I'm 100% fit, I will play. Two, fast, rapid, rapid, yeah. One, هاد القضيه اللي شفنا دابا فاش كتعاون نقربوا شويه. هذه مهمه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا ليكيليبر ديالهم وكيتسموا في لي مون سبورتيف ديالنا دي زيكزارسيس انترن. كنخدموا الميسكول ديالهم من الداخل. حيت اللعاب ما خصوش يخدم غير الميسكول ديالهم من برا. هذا هو المشكل. وهذا هو علاش اكثريه ديال اللعابه كيتعرضوا للاصابه حيت كيخدموا الميسكول ديالهم غير برا. حنا جينا بواحد لا ميثود جديده واكثريه ديال الناس ما كيخدموش بها. مي حنا كنخدموا بها الحمد لله. كنخدموا الميسكول من الداخل حيت لا قصحتي الميسكول من الداخل برا راه ساهل باش تقصحو. هذه الخدمه كما شفتوا مع اشرف كتبان سهله. كاينه كيلو ولكن العذاب. تجرب انا كنا هو اخويا نجي نتريني ولكن عندي شي مسافر. عندي شي سفر. ومعنا اشرف داري الصخره ديال الوداد الرياضي. اشرف اول حاجه يمكن الجمهور كامل كيسول على الحاله ديال اشرف. قول لنا فين وصلتي الحاله ديالك الصحيه دابا. الحمد لله كما شفتوا دازت واحد سيموا بريسك سيموا. فالحمد لله دخلت مع لو جروب هاد لا سيمين. كنخدم كنحاول نخدم الفيزيك اكثر باش نحاول نرجع في اقرب وقت ممكن. والحمد لله فهادشي كيجي من بعد الخدمه والمتابره. وكنتمنى انني نرجع ان شاء الله احسن من الاول. غير عطينا شي بورسونتاج ولا شي مرحله وصلتي لها دابا في البريباراسيون ديالك وفي الجاهزيه ديالك باش ترجع للفريق. انا صراحه ما نقدرش نقول لك ولكن نورمالمون كنحس براسي مزيان. اللي غيقول لك هو الطبيب ديال الكلوب ولا يقدر يقول لك واش انا 100% بري. والحمد لله كنتمنى انني نكمل مزيان في الخدمه ديالي باش نرجع 100%. اشرف كنتخيل بان يمكن هاد السيمو اللي دازت هي اصعب 6 شهور يمكن دوزتي في حياتك. بالطبع. فكيف ماشي انا توعد صغير ما كنتش كنتظر ان هاد لابليسير غادي تجيني. الحمد لله بالعزيمه والاراده ولاعبين قدامى جاوا وعاوني وعطوني بزاف ديال لي كونساي. كنشكرهم من هذا المنبر. الحمد لله خدمت وشاهدت وصراحه هادشي ما اثرش عليا لان لاعب الوداد فريق كبير المنتخب الوطني. فما يمكنش ان هاد لابليسير تاثر عليا. شفناك يعني كتخدم بواحد الطريقه اللي يمكن انا بعدا خلعاتني شويه. كتخدم بزاف كيبان من خلال التدريب ديالك اللي كديرهم دابا الفرديه. يمكن كدير يمكن المال ديالك الخاص. شنو هو الهدف ديالك اشرف من خلال هادشي كامل اللي كدير؟ فبالطبع كيف ما كاش انا كنتريني مع الكلوب ديالي كناخذ الحصه ديالي ومن بعد كنزيد الترويض ديالي عند كوتش اسامه اللي كنشكرو بزاف لانه عاونني. من بعد درت لوبيراسيون وقف معايا مزيان وخدم بيا وكنشكرو بزاف والحمد لله. فهادشي ضروري انك انت خصك ملزوم عليك ديرو باش ترجع للكلوب ديالك وتفرح الجماهير الوداديه اللي مشتاقه بزاف. ان شاء الله تشامبيونز ليغ دومي فينال. ان شاء الله. انا الهدف ديالي
ودير واحد الهدف قدامي انني ان شاء الله قبل ما الشامبيونز ليغ خصني نكون واجد 100%. دونك الدراري هنا من بعد لا سيونس كيجيو كياخذوا الكافي ديالهم. اسامه كيفاش دازت لا سيونس واليوم كان يمكن داك الشيء بزاف ولا ديما بحال هكا؟ لا حنا ديما شي اليوم بعد خدمنا قليل حيت نورمالمون حنا كنخدموا ديما ساعتين ساعه ونص من اليوم. ديجا دري دارو سيونس الصباح ما خصنيش نفوكس عليهم خصني ندير ايكيليبغي لي ما بين سيونس الصباح وما بين سيونس العشيه. درنا ساعه المكان اللي دازت مزيانه مي درنا فيها مو ريكوبيراسيون بلوس دو ترافي سافتير ما كنريكوبيروش بزاف مي الخدمه نو ستوب. اشرف خويا تعذبتوا بزاف زعما حضرنا لكم. انا شخصيا ما كنتش كنتوقع باللي كديروا هاد ليفور كامل في هاد لي سيونس. كنا كنشوفوا لي ستوري ديال اسامه وديالك ولكن صراحه ليفور اللي كيدار ايفور كبير بان لي بحال اسامه كيعذبكم كيجي يتصالح معاكم في قهوه هنايا زعما. وصراحه انسان ما يخدم معاك حتى تعرفوا راه باغي لك غير الخير وباغي يرجعك في احسن مستوى. كنشكرو بزاف من هاد كنشكرو لانه ماشي غير انا كيخدم معاك كيخدم مع جميع اللاعبين اللي هما بلاسي ولا ماشي بلاسي. وكنتمنى انني نرجع في المستوى ديالي باش نفرح الجماهير الوداديه عامه. او ات واز ويز اسامه ات واز هارد يا اتس نورما اسامه از لايك اي سيد بيفور اسامه از فيري جود كوتش يو نو اي لايك ذا ترينينج يو نو I work with the coach, but Osama is the, like, for me, is the best for me, you know. So I work with him, I feel good. So training is very good, so everything is fine. So you know what, he give us the right training at the right time. So everything is fine. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM Sport.